الدكتور خالد عبد الغفار، شاهدنا في العرض السابق الفرق الواضح بين واقع قطاع الصحة قبل عام 2014 وبعده. هل نستطيع القول وبلغة الأرقام أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ثابتة أو اتخذت خطوات ثابتة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين في أرجاء مصر؟ مع العلم أن الوقت المحدد للشرح والوصول للنقاط المستهدفة هو 15 دقيقة فقط. يبقى مش هيقول حاجة. مش هيقول حاجة. يا أستاذة أمل، مش هيقول حاجة 15 دقيقة إيه؟ اتفضل يا فندم. اديله فرصة من فضلك. اتفضل طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكرام. الحقيقة فندم يعني بشكر سيادتك على يعني عطائي بعض من الوقت ل يعني شرح